أحمد، سنبدأ بإذن الله. تفضلي يا عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أهلا بكم ضمن أحد لقاءات فعاليات المرحلة الثانية لبرنامج مساري الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالكليات الصحية، تحديدا كلية طب الأسنان. تتضمن محاور لقاؤنا اليوم بإذن الله نبدأ عن الكلية وشروط القبول بها، الأقسام الأكاديمية والخطط الدراسية بالكلية، يليها عدد المقاعد المتاحة بالكلية، وأهم إنجازات الكلية والفرص الوظيفية المتاحة لخريجيها، وأخيراً وسائل التواصل مع الكلية. دعوني أرحب اليوم بشكل مختلف وخاص كأحد طالبات الكوليج أوف دينتستري في جامعة الملك سعود بدكتورنا الفاضل، ومن يسعى دوما في تيسير العمليات التعليمية والأكاديمية وغيرها من الأمور لنا كطلاب وطالبات شخصيا في الكلية. رحبوا معنا بالدكتور أحمد المهدي، وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية. الله يحييك ريما ورحب بالكل جميعا. في البداية نحب نبارك لهم قبولهم في جامعة الملك سعود اللي هي تعتبر الجامعة الأم في وطننا الحبيب والغالي، أحد أهم، يمكن تكون أهم جامعة في المملكة العربية السعودية. فنبارك لهم هذا القبول، وإن شاء الله مزيد من التقدم والتوفيق والنجاح طيلة مسيرتهم في الجامعة. طبعاً كلية طب الأسنان زي ما هي معروف عنها هي أحد الكليات الصحية الستة الموجودة في الجامعة. طبعاً عندنا كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية، كلية التمريض، وكلية أمير سلطان للخدمات الإنسانية. طبعاً من مسمى كلية طب الأسنان تعنى فقط بتخصص طب الأسنان، الذي هو مختلف تماماً عن تخصص الطب البشري. الكلية يعني لديها مبنيين زي أي كلية في جامعة الملك سعود. عندنا مبنى الطلاب يقع في المبنى 23، والمبنى 44 هو مبنى المستشفى طب الأسنان الجامعي، ومبنى الطالبات يقع في مبنى 10 في المدينة الجامعية للطالبات. طبعاً تأسست الكلية في عام 1395 هجرية في مبنى الكلية القديم في الملز. طبعا المبنى إلى الآن ما زال قائم في شارع الملك عبد العزيز. خرجت أول دفعة في عام 1402. الكلية تعد أقدم وأعرق كلية طب الأسنان في الإقليم وفي دول الخليج. نحن أول نعتبر أول كلية طب أسنان، أول كلية طب أسنان أنشئت في المنطقة. طبعا انتقلت الكلية إلى شطر الطلاب في الدرعية في عام 1405 هجرية. بالنسبة للطالبات استمروا في الدراسة في المبنى القديم، ثم انتقلوا مع جميع الكليات إلى المدينة الجامعية للطالبات في عام 1435 هجرية. طبعا نفخر بوجود مستشفى طب أسنان حديث في جامعة الملك سعود، ويعتبر الأول في المنطقة كذلك، ويضم أكبر عدد كراسي طب أسنان في منطقة الرياض تحت مسمى مجمع واحد. طبعاً أهداف الكلية التعليمية هي إعداد وتدريب الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وتخريجهم كأطباء أسنان على مستوى عالي من الخبرة العلمية والعملية، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم لدراسة جميع مناهج علوم طب الأسنان الحديثة. إحنا الكلية تخرج أطباء أسنان فقط، الكليات الأخرى ممكن تخرج المساعدين والفنيين الذين يقومون بخدمة مهنة طب الأسنان. طبعاً الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في جامعة الملك سعود، الخطة الدراسية في نظام، إحنا نتبع في نظام كلية طب الأسنان النظام السنوي، بمعنى أن السنة الدراسية تمتد أو المستوى الدراسي يمتد على طول السنة لمدة فصلين، وفي السنة القادمة إن شاء الله حتكون على مدى 3 فصول دراسية. طبعا تتكون مجمل الدراسة تتكون من 6 سنوات زائد سنة تدريب الامتياز. السنة الأولى هي السنة الأولى المشتركة اللي الآن أنتم متواجدين فيها، ومن ثم تنتقل الكلية
لدينا 5 سنوات من الأولى إلى الخامسة، يلي ذلك فترة تدريب أطباء الامتياز، وهي تقريبا هي فترة تدريب أو تطبيق عملي للممارس الصحي كأنه طبيب أسنان. طبعا عدد المقررات والوحدات والساعات يتم حسابه على مدار السنة، بحيث أن السنة الأولى مثلا 29 ساعة تؤخذ على مدار السنة كون نظامنا سنوي. عندنا الطالب يدرس جميع، يتخرج الطالب كطبيب أسنان عام، فيجب عليه أن يعرف أو حتى يمارس جميع تخصصات طب الأسنان المعروفة. في الكلية عندنا 6 أقسام تقوم بتدريس هذه التخصصات المختلفة. طب الأسنان يحتوي على تقريبا 9 تخصصات عالمية، يعني معروفة عالميا. عندنا في الكلية 6 أقسام تقوم بتدريس التخصصات هذه. عندنا في البداية طب الفم وعلوم التشخيص، علوم إصلاح الأسنان، الأنسجة المحيطة بالأسنان وصحة أسنان المجتمع، طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان، جراحة الوجه والفكين، وعلوم الاستعاضة السنية. نستعرضها قسم قسم أساس يكون الشرح مبسط عنها. عندنا أول قسم، قسم علوم إصلاح الأسنان، اللي هو القسم الرئيسي اللي أي أحد يفهم طبيب أسنان يقوم بعلاج التسوس. طبعا احنا في السعوديه نعاني مشكله كبيره من وجود تسوس منتشر بانتشار كبير مقارنه بدول العالم المختلفه. فهذا العلوم اصلاح الاسنان او القسم يعني بعمل الحشوات للاسنان، يعني ازاله التسوس وعمل الحشوات. ويدخل تحت القسم ايضا علاج الاعصاب وجذور الاسنان، بمعنى اذا التهب عصب السن او جذر السن ففي مختصين يقوم بعلاج جذور الاسنان. وايضا تحت القسم في عندنا مواد طب الاسنان. طب الأسنان يشتمل على استخدام عدة مواد، ممكن يكون زي الهندسة، ممكن يكون زي أي تخصص مختلف. فيقوم بتدريس أو الطالب يتعرف على مختلف المواد التي سيقوم استخدامها في علاج مرضاه. القسم الثاني عندنا طب أسنان أطفال تقويم الأسنان، يعني بتخصص الأطفال يعني التعامل معهم صعب، وخاصة بالنسبة لطبيب الأسنان كونه تحدي لا يخلو الأمر من بعض الآلام. فيوجد قسم متخصص بالتعامل مع الأطفال تحت مسمى طب أسنان الأطفال. وبعدين عندنا القسم الآخر أو تخصص آخر هو تقويم الأسنان. خريج الكلية يأخذ نوبة عن تقويم الأسنان ومعرفة تشخيص الحالات كطبيب أسنان عام لحالة الحالة للطبيب المختص في التقويم أو التخصص أو أي تخصص آخر. القسم الثالث عندنا قسم الأنسجة المحيطة بالأسنان وصحة أسنان المجتمع، يعنى بتخصصين. الأنسجة المحيطة هي أي أنسجة تحيط بالسن، اللي هي الأنسجة الرخوية أو اللي هي ليس علاقة أي شيء غير خارج السن. وكذلك في نفس التخصص عندنا صحة أسنان المجتمع، يعنى بتوعية المجتمع ككل بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان. القسم الرابع عندنا جراحة الوجه والفكين، ويعنى بخلع الأسنان، عمل العمليات الجراحية مثل في حالة الكسور، الحوادث لا سمح الله، أي مشكلة في عظام الوجه والفكين، هذا التخصص أو القسم يعنى بها. طبعاً طبيب الأسنان العام يكون مطالب أنه يكون عنده المعرفة في عملية إزالة الأسنان أو خلع الأسنان. القسم الخامس عندنا علوم الاستعاضة السنية، ويعنى بتعويض الأسنان المفقودة. عندنا بعدة طرق، عندنا إما بالتركيبات الثابتة أو المتحركة أو عن طريق زراعة الأسنان. الطالب عندنا في الكلية تكون عنده دراية ومعرفة عن كافة الخطوات وكيفية التشخيص وكيفية العلاج لتعويض أي سن مفقود. القسم الأخير عندنا طب الفم وعلوم التشخيص، هذا يعنى بجميع أمراض وأحياء الفم ليس لها علاقة باللثة أو ليس علاقة بالأنسجة المحيطة أو الأسنان. وجود أي مرض في منطقة الفم والوجه يعنى بهذا القسم التخصص. وكذلك يعنى بالأشعة وكيفية أخذ الأشعة وكيفية قراءة الأشعة، وهذا من المتطلبات طبيب الأسنان يقوم بالتدرب عليها. عندنا
نبذة، أنا أعطيت نبذة عن الجداول الدراسية. طبعا إحنا عندنا نظامنا زي ما ذكرت نظام سنوي، الطالب يقضي عندنا ممكن معظم يومه، عندنا الجدول يبدأ اليوم الدراسي عندنا من الساعة 8 للساعة 5، من 8 سواء للخامسة. يعني تقريبا نعتبر إحنا الطالب عندنا في الكلية في بيته الثاني، يعني يمضي عندنا وقت طويل خلال اليوم. طبعا نبدأ في الكلية بتدريس مواد مثل مواد الطب، عندنا علوم التشريح عن الوظائف والأعضاء، حتى تدرس هي من كلية الطب، من قبل كلية الطب. يبدأ التدريج أساس أنه معرفة تهيئة الطالب للعلوم الصحية، وفي كنت نبذة بسيطة عن مواد طب الأسنان، وكذلك عن التعريف بتشريح الأسنان ويعني شكل الأسنان ومعرفة التفريق بينها. طبعا زي ما تشوفين تكون في فراغات بسيطة، طبعا في معمل يكون بسيط في السنة الأولى. السنة الثانية يكون في أكثر تخصص في طب الأسنان، تدخل المواد اللي هي تشخيص الأمراض، تشخيص الحالات الموجودة في الأسنان، أو تكون أكثرها نظرية. طبعا يبدأ العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان في معمل الأسنان، معمل محاكاة ما قبل تطبيق المرضى في هذه السنة. يبدأ العمل على عمل حشوات، عمل يعني إزالة تسوس على أسنان صناعية، على معمل محاكاة يحاكي العيادة في هذه المرحلة. طبعا زي ما تلاحظوا تكون المواد أكثر، يكون الطالب تعود علينا على طريقة الدراسة في السنة الأولى. السنة الثانية يكون عندنا المواد أكثر، لكن أغلبها نظرية وبعضها عملية في المعمل. عند السنة الثالثة يبدأ الطالب الدخول في العيادة، تكون هي مرحلة انتقالية ما بين العيادات وما بين المعامل، ما زالت في مواد في المعامل خاصة المواد تعنى بتعويض الأسنان أو الاستعاضة السنية، ولكن في عندنا مواد إصلاح الأسنان هي ذات التسوسات. يبدأ السنة الثالثة الطالب يمارس في العيادة على المرضى من هذه السنة. طبعا الممارسة تتم تحت إشراف استشاريين متخصصين في كل تخصص في كل مجال. في البداية يكون خطوة بخطوة حتى نعرفهم كيف التعامل مع المريض، كيف التعامل مع الحالات المختلفة على كرسي الأسنان الحقيقي. في السنة الرابعة تكون المواد أكثر تخصص، يعني نبدأ هي غالبا عيادات، يمارس الطالب جميع التخصصات في العيادة تكون بشكل منفصل في السرعة، ويكون مهيأ إنه يكون شبه طبيب أسنان عام في السنة الرابعة. السنة الخامسة هي السنة الأخيرة، وهي احنا نسميها مرحلة التخرج. يكون الطالب يكون مطالب بعلاج الحالات بطريقة متكاملة، يعني يعالج كطبيب أسنان عام، يعني يأخذ الحالة يعالجها من إلى جميع الأمراض والأفشاك الموجودة في أي حالة أو في أي مريض يقوم بمعالجتها. هذه احنا تشبه عندنا من مشاريع التخرج أو التخرج في أي تخصص آخر. بالنهاية يكون الطالب متأكدين إنه يعني يقدر الممارسة السرية لمهنة طب الأسنان كطبيب أسنان بنهاية هذه السنة الدراسية. زي ما ذكرت لكم إحنا تستمر عندنا الدراسة من الساعة 8 للساعة 5. هذا الجداول نبدأ، هذه كانت جداول الطلاب في السنة الأولى، هي مشابهة الطلاب والطالبات، والفصل الأول يشابه الفصل الثاني، ممكن في مواد تزيد أو مواد تقل. بالنسبة للمرافق وتجهيزات كلية طب الأسنان، عندنا قاعات دراسية للطلاب، عندنا مدرجات. إحنا طريقة الدراسة عندنا طلاب الدفعة يستمروا مع بعض، يعني ما لا توجد لدينا شعب. عندنا السنة الأولى جميع الطلاب في السنة الأولى متكاملين مع بعض. تقريبا السنة الأولى حاليا عندنا حوالي 40 طالب، والطالبات حوالي 25 إلى 30 طالبة، أو أتوقع 27 طالبة. فيكونوا كمجموعة واحدة أو جروب واحد، يعني يأخذوا دراستهم تقريبا زي المرحلة الدراسية في ما قبل الجامعية زي في المدارس، فيكون تقريبا عندنا الفصل الواحد. عشان كذا عندنا مدرجات تستوعب جميع أعداد الطلاب. الطالبات كذلك نفس الشيء. اللي يختلف عندنا في الطالبات، عندنا القاعات تنقسم إلى قسمين، قسم أكاديمي وقسم صحي. نحتاج بعض الأحيان إنه أعضاء التدريس
تدريس الرجال يقوم بالتدريس في لدى الطالبات في بعض التخصصات، فيكون في قسم صحي انه هو يستطيع اعضاء التدريس من الرجال ان يكونوا تواجدوا فيه واعطاء المحاضرات وحتى تدريس الطلاب حتى في العيادات، حتى استقبال المرضى احيانا في بعض التخصصات للرجال يكون في القسم الصحي. القسم الاكاديمي هو تابع للمدينه الجامعيه للطالبات، ما يقدر اي يعني عضو هيئه تدريس من الرجال او اي رجل دخول القسم الاكاديمي. طبعا في مدرج كبير لدى الطالبات متواجد في القسم الاكاديمي. معامل التدريب، هذه المعامل اللي ذكرت لكم اياها هذه في بدايه السنوات تكون المرحله الدراسه قبل السريه، هي معمل محاكاه، معمل متكامل كانه عياده اسنان، يقوم الطالب بعمل الحشوات، عمل التركيبات، عمل مختلف العلاجات في معمل محاكاه او على اسنان او دمى صناعيه قبل السريريه. تكون معامل متوزعه زي كذا وتكون شبه عياده متكامله، الطالب او الطالبه يشتغلوا على دمى بمختلف المتطلبات المطلوبه منهم. طبعا بقى زي ما ذكرت انه في السنه الثالثه والرابعه والخامسه يتم انتقال مرحله العيادات. عندنا عياده مستقله لكل طالب وطالبه، في هذه الطريقه يعني يمارس، احنا ممكن نختلف عن كليه الطب، كليه الطب تكون راوندز او مجموعات تنتقل مع بعض لفحص المرضى، لسماع شكواهم او سماع طريقه العلاج. احنا لا، احنا يعتبر طب الاسنان او الطالب تقريبا ينفذ العمليات اللي يقوم فيها اي ممارس او طبيب اسنان متخرج. فمن السنه الثالثه والرابعه طبعا صحيح تحت الاشراف، بس يكون هو الشخص اللي يقوم بالعلاج، مو استشاري، مو احد فوقه، فهو بنفسه يقوم بعلاج الاسنان وعلاج المرضى في العيادات. طبعا احنا انتم شفتوا الجدول عندنا مزدحم شويه، لكن بصراحه الطلاب والطالبات عندهم اوقات لعمل اشياء كثيره، وبصراحه نفخر بوجودهم. عندنا عده انشطه طلابيه يقوموا فيها، طبعا عندنا حملات توعويه مجتمعيه من ضمن النشاط الطلابي، هي انشطه لا صفيه. عندنا حملتين كبار، عندنا حمله نقوم فيها في المولات على يعني مدار السنين توعيه بصحه الاسنان، وعندنا حمله توعيه بسرطان الفم والاسنان. غالبا جميع او اكثر طلبه الكليه وطلبات الكليه شاركوا في الحملتين هذه الكبار مع بعض الانشطه الطلابيه. عندنا انشطه رياضيه، هذه يعني عندنا مثلا هذه الدراجات للطالبات، سباق دراجات الطالبات، انشطه رياضيه، كره قدم، مختلف الانشطه المصاحبه يقوم بها الطلاب والطالبات. طبعا نأتي للدور المهم اللي هو القبول والتخرج في الكلية، يمكن المعلومات المهمة اللي بالنسبة لكم. طبعا القبول في الكلية لا يتم إلا بعد اجتياز برنامج السنة الأولى المشتركة اللي هو مسار الكليات الصحية. لا يمكن عندنا التحويل للكلية بأي طريقة كانت يعني من كلية أخرى إلا عن طريق السنة الأولى المشتركة. يمكن إحنا وكلية الطب ما عندنا في طريق انه اي طالب من اي كليه اخرى يدخل الكليه. طبعا السبب الاول او المحدد الاول للدخول في الكليه هو الرغبه الشخصيه. يتم دخول الطلاب اللي رغبتهم الشخصيه الاولى تكون طب اسنان بسبب المنافسه الشديده، وبعض الاحيان الرغبه الثانيه بسبب الاقبال والمنافسه على تخصصات الكليه. طبعا تحسب نسبه القبول حسب النسبه المركبه اللي هي من الثانوي اللي هو القدرات والتحصيلي ونسبة الثانوية العامة 50%، وعلى المعدل التراكم العام في السنة الأولى المشتركة 50%. يعني دخول كلية طب أسنان ما زال متطلب نسبة القدرات والتحصيلي والثانوية العامة تأخذ في تحديد مقاعد القبول في الكلية، كذلك القدرة الاستيعابية للكلية، عدد الطلاب والطالبات. طبعا احنا ما نستقبل أعداد كبيرة فتكون المنافسة شديدة في الكلية. أنا حبيت أعرض عليكم على نتائج التخصيص للعام الدراسي الماضي. طبعا النظام السنوي احنا الطالب التحق الفصل الأول، ما في طلاب التحقوا الفصل الثاني. هذا اللي صار عام، بس طبعا ما يعتبر مقياس لأن السنة الماضية كانت حالة استثنائية بسبب جائحة كورونا،
كانت النسبة مركب القبول 30% الثانوي و60% على القدرات و10% على الاختبار التحصيلي. ما تعتبر مقياس لكم السنة هذه، لكن أنا حاولت أجيب تقريبي. مثلا بالنسبة للطلاب عدنا معدل التخصيص كان في كلية طب الأسنان 94%، طبعا الطب كان 96% أعلى مننا، إحنا نأتي في المرتبة الثانية دائما بعد الطب. الصيدلة بعد ذلك، بعدين خدمات طبية طارئة. بالنسبة للطالبات ما زال الطب أعلى 97%. إحنا كليتنا طب أسنان لازم يكون عندنا معدل تخصيص 96، الطالبات دائما نسبة أعلى بسبب أنه عدد المقاعد أقل للطالبات. طبعا المعمول به عادة، واللي يمكن السنة القادمة معمول به، بيكون التنافس على معيار أنه 50% عن معدل نسبة القبول، والنسبة المركبة تحسب ب 30% الثانوي، 30% اختبار قدرات، و40% اختبار التحصيلي. هذا المعمول به عادة. والسنة هذه يعني الحمد لله تخلصنا من آثار جائحة كورونا، فغالبا التخصيص يكون على هذه النسبة. طبعا عادة لما كانت النسبة هذه كان يعني نسبة القبول طب الأسنان يعني للطلاب تقريبا 92، مو اللي أعلى اللي عالي. السنة الماضية كانت معدلات جدا عالية، تقريبا للطلاب 92، والطالبات تقريبا 94 إلى 95، فتكون نسبة أقل بسبب إنه في عوامل أخرى دخلت في التقييم. طبعا الفرص الوظيفية بعد التخرج، إحنا عندنا برنامج واحد أو مسار واحد في الكلية، هو مسار طبيب أسنان التخرج. فعندنا فرص، هو المسار الصحي في مثلا في القطاع الحكومي يتدرج بيبدأ طبيب أسنان عام، من ثم اللي يبغى يتخصص أو يدخل مثلا برامج البورد درجات دراسات عليا يصير طبيب مقيم، من ثم بعد التخصص طبيب نائب، طبيب استشاري. يعني هذا هو المسار الصحي الموجود. عندنا مسار أكاديمي تدريس في الجامعات، تقريبا عندنا 27 كلية طب أسنان في المملكة العربية السعودية، ما زلنا في احتياج لأكاديميين يقوموا بالتدريس في هذه الكليات من طب أسنان. طبعا يبدأ بمعيد، بعدين حسب الدراسات العليا محاضر، أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ. عندنا كمان مسار عسكري اللي يتميز بتخريج استفيد استقطاب كبير من القطاعات العسكرية مختلفة لأطباء أسنان للعمل في المستشفيات العسكرية. طبعا يتم مسار عسكري للأطباء، تكون دورة عسكرية لمدة عام دراسي، تخرج منها الطالب برتبة ملازم أول بأقدمية سنتين. طبعا هذه للطلاب، ما بعد أتيحت العسكرية للطالبات. وعند المجال الكبير بصراحة طب الأسنان هو في القطاع الخاص حاليا، يعني القطاع الخاص يشهد نقص شديد من أطباء السعوديين الأكفاء، ما زال للأسف غير السعوديين مسيطرين على القطاع الخاص. فإحنا نسعى دائما لتخريج طلاب وأطباء وطبيبات أسنان قادرين على العمل ومنافسة الممتازة في القطاع الخاص. طبعا المعلومات هذه وغير موجودة في موقع الكلية، متوفرة للجميع. موقعنا dent.ksu.edu.sa في جميع المعلومات هذه، جميع التعريف، حتى برامج، تفاصيل المقررات، ايش الواحد يدرس في جميع المقررات موجود في موقع الكلية. وإذا في أي استفسار أو شيء، مستعد على إيميلي الشخصي المهدي@ksu.edu.sa. وأتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وإن شاء الله القبول في الكليات اللي تطمحوا لها. شكرا. يعطيك ألف عافية دكتور أحمد. الآن أي أحد لديه استفسار، دكتور أحمد متواجد للإجابة، ولكن أتمنى رفع اليد مسبقا. أهلا وسهلا أحمد، تفضل طرح سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أحمد، بغيت أستفسر عن نسبة البطالة في طب الأسنان، المعروف أنها عالية، متناقل الكلام هذا، ممتاز، صحيح. ولكن خريجين جامعة الملك سعود، هل عندكم علم بنسبة توظيفهم، أو يعني نسبة توصل لكم أن الطالب يتخرج من عندكم؟ اي نعم، طبعا هذا موضوع البطاله، طبعا هذا موجود في السوشيال ميديا وموجود
يعني بصراحة أي تخصص دائما في السوشيال ميديا أشياء ما تعكس الصورة الحقيقية. طبعا هو موجود صحيح أطباء أسنان غير عاميين، بس ممكن يكونوا من خريجي كليات، خلينا نقول خارج السعودية، خريجي كليات أهلية اللي كانت تخرج بأعداد كبيرة. في خلينا نقول مو بطا في تأخر في التوظيف، يعني ممكن الشخص ينتظر سنة سنتين إلى التوظيف اللي هو يطمح توظيف في القطاع الحكومي. طبعا الدولة يعني يمكن هذا ما يعكس في السوشيال ميديا، ما يعكس في الإعلام، ما وقفت إنه تفرج على الوضع، في إجراءات كثيرة اتخذت، في أشياء كثيرة بتصير لمعالجة الوضع. طبعا هي تخصص طب الأسنان مشكلته إنه الطبيب يحتاج أشياء كثيرة عشان يشتغل، يمكن هذا أساس كذا صار فيه بطء. الحمد لله احنا خريجينا خلينا نقول الطالب المجتهد الكويس اللي مركز، اللي يعني في عندنا خريجين من الاوائل يعني اللي حاب مهنة طب الاسنان، هذا بصراحة يعني ما يطول، يمكن يا انه يعني يتوظف خلال يعني خلينا نقول 6 شهور، او انه عطل يلاقي برامج البورد تستقطب المتميزين اللي هي برامج الاختصاص، يعني حتى يفضلوا الاطباء حديثي التخرج أساس يكون على طول في الدراسة. فإحنا خلينا نقول مثلا الدفعة اللي قبل الماضية الكل متوظف والكل أو داخل في برامج اختصاص بورد أو دراسات عليا، يكون في تأخير في التوظيف صحيح، لكن هذا هو حال طب الأسنان ترى من زمان، يعني تصير في أوقات في وظائف تطرح، في أوقات تصير في شح في وظائف، في أوقات تطرح، لكن ثقة تماما أن الدولة يعني تسعى جاهدة في حلول كثيرة لحل هي المشكلة. طبعا احنا ما نقف لحالنا، مو تخصص طب الأسنان، يعني ترى الطب البشري موجود عندهم، يعني في الهندسة موجود عندهم مشاكل هذه، لكن احنا خلينا نقول اللي يدخل الكلية الآن بعد 5 سنين أشياء كثيرة ممكن تتغير، أشياء كثيرة ممكن تسير، فاللي حاب التخصص أعتقد أنه هذا الشيء ما حيوقف في طريقه. طيب سؤال ثاني له أنت، بالنسبة لبرامج البورد والدراسات العليا، ممتاز، هل طلاب جامعة الملك سعود لهم الأفضلية في القبول فيها؟ لا، في البرامج البورد تكون عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يعني تدرس عندنا بس منظمة الهيئة، فعشان تكافأ الفرص يكون الجميع خريجين متساويين، لكن احنا نسعى احنا في تدريسنا مقررات انه خريجينا يكون على كفاءه عاليه، في اختبارات معينه يسووها يكون دائما ده خريجين ياخذوا اعلى درجات فيها. في الدراسات العليا بعض الاحيان يقول في نقاط على خريج جامعه الملك سعود في برنامج الخاص بجامعه الملك سعود، لكن بصراحه الاولى يعني مصلحه الكل والوطن ان تكون في تكافؤ فرص للجميع، يعني المجتهد هو اللي هيحصل مكان يعني دراسات العليا. تمام، شكرا، يعطيك العافية. الله يعني. صحيح كما قال دكتور أحمد، الإنسان من يصنع مستقبله بجدة واجتهاده وتميزه عن أقرانه بإذن المولى، فخلال 5 سنوات راح يكون هنالك أمور كثيرة مختلفة. تفضل يا يارا. دكتور أحمد، هل في برامج بورد نقدر نقدم عليها برا السعودية؟ طبعا الخريج مهيئ، يعني الحمد لله احنا خريج كلية طب الأسنان، البرامج جميعا في أمريكا في أوروبا تستقبل خريجين، وفي يعني برامج تأخذ مباشرة. طبعا طريقة البورد الأمريكي في اختبارات معينة الواحد يسويها، لكن خريجنا الحمد لله يعني على مستوى عالي من الكفاءة، يعني احنا جربناه كثير، يعني اي خريج يروح ما يحتاج تدريب زيادة، ممكن على طول يدخل في التدريب. تدريبنا الحمد لله يعني يمكن ريما تعرف احنا مكثف شوي عندنا في الكلية، فالخريج عنده أي فرصة كبيرة للقبول برا، خريج جامعة السعودية الحمد لله سمعتنا واصلة حتى خارج السعودية كطبيب أسنان السعودي أو خريج جامعة السعودية.
صحيح جدا، والفترة الأخيرة في اكسترا براكتس، يعني في غير البروجكت الأساسية في أمور إضافية إذا سمح الوقت بلا شك. فالحمد لله في تطور كثير من ناحية المجال العملي، يعني وعمليا راح تطلعون مؤهلات جدا عالية بإذن المولى. البتول تفضلي. السلام عليكم دكتور، معلش أنا دخلت متأخر، بس حابة أسأل عن كم عدد المقاعد، لأنه أنا دخلت متأخر ما سمعت، تبدأ من كم؟ طبعا عدد المقاعد يتم تحديده في مجلس الجامعة، وهو لسه قيد النقاش، خلينا نقول يعني احنا نقترح، لكن اللي صار الان حاليا، طبعا احنا اصلا طاقتنا الاستيعابيه تقريبا 80 طالب و 50 طالبه 40 او 50 طالب، خلينا نقول طبعا على بحكم حل مشكله البطاله في طب الاسنان صدر في مرسوم ملكي بتخفيض العدد الى 50% اللي هو احنا والطب. فحاليا الدفعات، يعني عندنا دفعة سنة أولى 40 طالب و 25 طالبة، السنة الثانية 35 طالب، فحاليا الدفعات تقل مثلا، لكن السنوات الخامسة، السنة الخامسة من 76، أنتوا دفعتكم ممكن تكون في هذه الحدود، يعني الطلاب من 35 إلى 40 والطالبات من 25 إلى 30 طالبة، فيكون العدد في تنافس شديد، يعني إحنا والطب أعدادنا تكون مخفضة، يعني ما حيكون في زيادة في العدد. جميل جدا دكتور. في هنالك سؤال بالشات يقول دكتور، قالوا لنا أن المفاضلة بناء على المعدل التراكمي والقدرات والتحصيلي، وذلك لا يشمل الثانوي. لا يشمل الثانوي، الثانوي عليها 30% القدرات، طبعا هذا اللي تعلنها دائما عمليه القبول والتسجيل، وعندكم تبين لكم عند اختيار التخصص. الثانوي 30%، القدرات 30%، والتحصيل 40%، هذه كلها مع بعض تدخل تصير 50%، 50% الثانيه على معدل السنه الاولى المشتركه. جميل جدا. ايضا هنالك سؤال وربما انصاغ بشكل خاطئ، هل في سنه اضافيه بين قوسين تميز؟ اي ثينك يقصد امتياز. الامتياز، اي نعم، هي سنه الامتياز، احنا نسميها سنه امتياز، هو تدريب سريري اجباري، يعني احنا سنه الدراسه تحضير من 5 سنوات، بعدين في تطبيق هي 12 شهر، يعني حتى يعتبر الشخص كموظف 12 شهر تدريب، فيها راتب مكافأة يأخذ الطالب حوالي 10,600 ريال كمكافأة، تعتبر مكافأة لتدريب برنامج الامتياز، بس مطالب منه 12 شهر إجباري تدريب، يعني ما يقدر يأخذ شهادة التخرج أو وثيقة التخرج من غير الحصول على سنة التدريب على سنة الامتياز. جميل جدا. أيضا هنالك سؤال آخر، ولكن تم تغطيته من قبل دكتور أحمد، كم عدد الطلاب؟ سبق وأجاب دكتور أحمد بأن العدد قاعد يتقلص وفقا للمرسوم الملكي، فعدد الطلاب ما بين 40 إلى 50، والطالبات ماكسيمم ممكن 40، ولكن آخر دفعتين دفعتنا 30 والدفعة اللي تحتنا 25. صحيح. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية دكتور حاب أشكرك على هذا اللقاء الأكثر من رائع صراحة، استفدنا الكثير الكثير، وفضلا عندي بعض الاستفسارات إذا تسمح لي. تفضلي. تسلم يا دكتور. هل يوجد ساعات كلينيكية في السنة الأولى؟ لا، السنة الأولى تكون غالبا مواد كلية الطب، تشريح وعلم وظائف الأعضاء، وفي تعريف بطب الأسنان، لكن ما في حتى السنة الثانية، ما في السنة الثانية آخرها في يعني مادة تشخيص، حتى باقي تطبيق على مرضى، ممكن تطبيق على بعض، لكن ما في السنتين الأولى والثانية ما فيها تطبيق كلينيكي. رائع يا دكتور. يعني أفهم من كلامك يا دكتور المحاضرات راح تكون في كلية الطب؟ لا، هي تقدم كلية الطب، لكن المحاضرات عندنا
ودكاترة الطب يجوا عندنا، لكن في العملي يكون التشريح يكون في كلية الطب، علم مضاف الإعطاء حتى العملي بعض الأحيان يعطوه عندنا بعض الأحيان في كلية الطب بالنسبة للعملي، لكن المحاضرات تكون عندنا في الكلية في القاعات. طبعا المقررات هي مخصصة لطلبة كلية طب الأسنان، يعني مقرر التشريح مقرر العلم مضاف الإعطاء يقدم كلية الطب، بس هو برمز خاص بكلية طب الأسنان. احنا نختلف، ممكن كلية علوم الطبية التطبيقية يقدمون في الكلية من طب من دكاترة الكلية، احنا لا، احنا نعتمد على كلية الطب في تقديم المقررات هذه. يعطيك العافية دكتور. وفضلا يا دكتور، كما ذكرت انه في مبنين لكلية الطب للأسنان، فما هو المبنى اللي راح ندرس فيه ان شاء الله السنة القادمة؟ طبعا تبدأ مبنى 23 اللي هو القاعات، هي المبنية متصلة مع بعض، يعني على فكرة ترى ما هي منفصلة، يعني تعتبر واحد، في بين يعني في اتصال بينهم. المبنى الرئيسي هو اللي حق المعامل اول سنتين اللي فيه القاعات محاضرات ومعامل المحاكاه، اللي هو المبنى القديم الكليه واحنا نسميه مبنى 23. المبنى الثاني هو مستشفى طب الاسنان الجامعي اللي هو العيادات، بيكون هو مبنى عنده الحمد لله 9 ادوار جميع عيادات. طبعا احنا عاده في بدايه السنه بعد التخصيص، بداية السنة الأولى نسوي جولات تعريفية للكلية لمبانيها، يكون طلابنا حتى طالبات الطالبات يكون في تعريف لجميع أقسام الكلية، جميع المناطق، جميع اللي الطلاب اللي يحتاجوها، يعني بتكون الأمور واضحة إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك يا دكتور. الله يعني. ما أدري الشات، أنا شايف تأكد نسبة الثانوي، ترى هذه المعلومات تجينا من عبادة القوة التسهيل، فهم عندهم المعلومة الأدق. إحنا يجي التخصيص بس أسامي الطلاب، يعني هذا الطلاب يدرس عندكم، لكن كيف طريقة التخصيص، كيف الطريقة، كيف الأولوية، العلم الأكيد بيكون عند عبادة القبول والتسجيل. إحنا بالنسبة لنا حتى ما نتدخل في قبول الطلاب، يعني ما نقول أقبلوا فلان أعطونا زيادة أعطونا، لا، هم اللي يحددون الأرقام وهم يعطونا الطلاب. جميل جدا دكتور. هناك سؤال، يجب أو يفضل تكون في مهارات معينة للتميز في طب الأسنان؟ طبعا طب الأسنان يعني أهم شيء الشخص يكون يحب يشتغل بإيده، يعني في شغل عندنا مهارات كثيرة باليد، يعني وممكن الشخص اللي يحب الرسم ممكن يكون يعني يبدع، بس احنا نقول كذا بس بصراحة، يعني صارت أبحاث على هذا الموضوع وجدوا أنه الفرق اللي مثلا عنده مهارة في اليد عمره يحب يشتغل بيده يكون أموره سهلة أول السنوات. الشخص اللي ما عنده أي مهارة في اليد أو ما يحب الرسم أو ما عنده هذه المشاكل هذه المهارات خلينا نقول يكون في بداية السنوات يكون صعبة، لكن بآخر السنوات السنة الثالثة والرابعة والخامسة يكون أموره مثل غيره، لأن كلها مهارات إحنا نعلمكم إياها في الكلية، فالواحد إذا عنده مهارة في يد هذه تساعده، لكن اللي ما عنده شيء لا، إحنا برامجنا تخلي الشخص يعيد إلى ما يتقن المهارة، يعني يشتغل كثير في المعمل وفي الأسنان الصناعية إلى ما يتقن المهارة هذه. يعني لا تشيل هم حكاية المهارة، بس اللي تكون عنده مهارات في اليد يلاقي الأمور أسهل، وحتى الرسم اللي يكون عنده يرسم يلاقي الأمور أسهل في البدايات، لكن في النهاية الجميع بيكونوا متساويين إن شاء الله. صحيح، بلا شك المهنة قائمة على التدريب المستمر، لذلك بإذن الله نهاية السنة الخامسة راح تلقى مخرجاتك مساوية لمخرجات أقرانك. هنالك سؤال دكتور، كم مدة الدراسة في طب الأسنان؟ أو سبق جاوب عنه دكتور أحمد، 5 سنين دراسة وسنة امتياز. يس، سنة صحيح. تحضيري، سنة امتياز وخمس سنين دراسة، نعم توتل 7 سنين. هنالك سؤال أيضا دكتور يقول، يالي ريما عندي سؤال تطرحينه، هل الرغبة الأولى تؤثر على القبول ولا الترتيب على النسب والرغبات؟ لا طبعا، هي عملت أقول التسجيل عندها آلية، الرغبة الأولى تأثر يعني كثير على القبول. هم طريقتهم يأخذوا شوف مثلا عدد المقاعد، نفترض للطالبات مثلا 25 أو 30، يشوفوا مين طالبات رغبتهم الأولى طب أسنان وأعلى معدلات،
هم ياخذوها. طبعا الاولى اللي هم اذا كان اذا مثلا انتهوا الرغبه الاولى، طبعا الاولى انه معدل ورغبه اولى. يعني المعادله الصعبه شوي، صعب شرحها، لكن لما يصير مثلا احد رغبه ثانيه طب اسنان معدله اعلى، هي بطريقه لا تكون معدل طريقه احسن، لكن في حال تساوي المعدل خلينا نقول نشرح بطريقه ابسط زي كذا. اذا شخصين متقدمين طبعا الاولى للمعدل، الاول الاعلى هو اللي يدخل، لكن في حال تساوي المعدلين تنظر للرغبات بالطريقه. يعني الرغبه، فاذا كانت الرغبه الاولى اذا في خلال ناس متساويين في الارقام ينظروا في الرغبات بعد كذا. ليها حسبة وليها الطريقة، هذه يمكن طريقة مبسطة زي كذا، لكنها طريقة بصراحة هم تأكدوا أن تكون عادلة للجميع، يعني بحيث الرغبة والصاحب الدرجات العالية. طبعا إحنا عندنا مجموعة من الطلاب والطالبات تكون رغبتهم الثانية طب أسنان، كانت مثلا طب بس بسبب أنه مثلا انتهت من قاعدة الطب، فيكون انتهي بهم اللي عنده باختيار رغبة الثانية. عشان كذا مثلا احنا نقول اللي يبغى طب اسنان يكون رغبة الاولى طب اسنان ويكون معدله عالي عشان يضمن مقعد عندنا. جميل جدا دكتور. احمد تفضل. دكتور اسمح لي اسالك سؤال اخر، بالنسبة للطلبة المتميزين او اللي متخرجين من سويد بشكل عام، هل لهم الافضلية في التقديم على المستشفى الجامعي؟ لا، مستشفى يعني وظائف حتى كجامعة سعود اللي هي على حسب عدد الوظائف وطرح الوظائف. في النهاية احنا ترى وطن واحد يعني، والشخص السعودي هو الشخص السعودي، يعني اي مجال في اي تخصص في اي مكان لما تكون هناك وظائف لازم تكون مسابقة وظيفية، ويعني لازم تكون في تكافؤ الفرص الجميع له حقية. طبعا احنا متميزين، احنا مثلا ممكن نقول نبغى معيدين، يعني طبعا المعيدين دائما المعيديه او المسار الاكاديمي للتدريس في الكليه يكون دائما من الاوائل على الدفعه بحكم انه معدلهم عالي، لانه تدخل في نسبه حساب درجات المعدل. لكن في النهايه تكافؤ فرص، يعني عندنا مثلا اعضاء التدريس خريجين، عندنا جامعه الملك خالد، عندنا للطالبات جامعه الاميره نوره، يعني عندنا خريجين من كليات اخرى، فما احنا في النهايه لازم تكون فرص متكافئه للكل. بس المتميز عاده معدل عالي ففرصه قبوله اكبر. يمكن احنا الحمد لله نتميز انه في القطاع الخاص هم عندهم يعني يقدروا يسوي، خريج جامعه الملك سعود يختلف عن خريج الكليات الثانيه، يعني لا يعرف كيف تدريبه، يعرف كيف قدره تحمله، فممكن يعطوه أولوية أكثر من غيره، يعني مثلا من الكليات الخاصة مثلا. يعني الحمد لله هذا القطاع خاص، لكن إحنا في التوظيف الحكومي لازم تكون الفرص متكافئة للكل حتى. إجابة كافية يا دكتور. طيب في سؤال ثاني لهند، بالنسبة أنك ذكرت أن القطاع الخاص وبرضه قطاع كبير في الوظائف بالنسبة لطب الأسنان، لكن هل فعلا الرواتب فيه متدنية جدا؟ طبعا هي كانت الدنيا، الان وزاره الموارد البشريه وضعت حد ادنى لرواتب اطباء الاسنان. هي يعني خلينا نقول، طبعا نرجع للسوشيال ميديا، بصراحه يعني القطاع الخاص يعني صاحب المركز برضه يبغى يدخل فلوس او يعني يكسب فلوس، لكن اللي يصير الطبيب المتمكن المتميز اللي يقدر يجيب مرضى بشغله، يعني بشغل ايده بيدخل فلوس كثير وبيجيب مرضى كثير، يعني وصاحب المركز لا بيستقطب ويعطي مبلغ يعني مجزي كويس. يعني في كثير حتى قطاع خاص الان، حتى الدوله على فكره يعني خلينا توجه اكثر انه حتى مو توظيف، انه الخريجين يصيروا يملكوا عيادات، انه مجموعه خريجين هم اللي يستثمروا القطاع الخاص، هم يدخلوا فيه دعم يكون كبير ويصير هم اللي مالكين العيادات وهم اللي يشتغلوا في عياداتهم. طبعا المشكلة السوشيال ميديا، الأشياء الممتازة الطيبة ما تذكر، لكن الأشياء اللي خلينا نقول exceptional هي اللي تذكر. يعني بصراحة
أكون يعني بوضوح أنه مثلا طالب متخرج من مثلا خارج السعودية بمعدل مقبول، بصراحة هذا مستحيل أحد يوظفه، لا قطاع خاص ولا قطاع حكومي، يعني حتى ما حد يؤمنوا على مرضى إذا متخرج بها. فهذول الناس زي كذا هم اللي يسووا مشاكل في السوشيال ميديا. لكن الشخص المتمكن والمتميز دائما يلاقي، يعني حتى لو أثبت نفسه في القطاع الخاص أصحاب المنشآت والمراكز ما يفرطوا فيهم. طيب بالنسبة لدكتور لا إله إلا الله، أغلب الأطباء الأسنان عاطلين عن العمل تمام أو في العيادات الخاصة بشكل عام يكونون تحت مسمى يعني طب أسنان عام، هل هذا لصعوبة الاختصاص يعني أنه في الدراسات العليا؟ لا طبعا، إحنا خريج الكلية خريج البكالوريوس يسمى طبيب أسنان عام، حتى المسار إحنا يسمى حتى في وثيقة التخرج يذكر طب أسنان عام، جميع خريجين طبيب أسنان عام. التخصص يكون بعد دورة البكالوريوس، يعني يصير في مرحلة عندنا ماجستير، عندنا دكتوراه مهنية، وعندنا البورد السعودي الموجود، فهنا يصير التخصص بعدها، لكن قبلها يكون طبيب أسنان عام. طبعا عنده محدودية في العمل. طبعا في نقطة يمكن حتى ما تذكر هذه، الآن ممنوع استخدام أو توظيف أي طبيب أسنان عام أجنبي، يعني فقط مراكز الصحية ملزمة بالسعوديين لتوظيف السعوديين. بالنسبة للمقاعد الدراسات العليا هل تعتبر فعلا قليلة في المملكة؟ يعني تعتبر، لأن كل المستشفيات تشترك فيها أكيد، مو نفس مقاعد البكالوريوس، لأنه التجهيز يتطلب عيادات، يتطلب مواد، يتطلب مشرفين، يعني مكلف ما هو رخيص. لكن في زيادة، حتى في توجه الآن لجامعة الملك سعود أنه تزيد مقاعد القبول بنسبة أكثر، يعني أكثر من 50%. إحنا الحمد لله عندنا الكلية تضاعفت المقاعد كثيرة للدراسات العليا، ففي مجال يعني كبير. عشان كده إحنا نقول خريجينا دائما مثلا قبل سنتين يا أنه متوظف أو أنه في برنامج دراسات عليا. طبعا المجتهد واللي يعني ليها طريقة يعرف كيف الطريقة يجمع نقاط من بدايات من مرحلة الدراسة يلاقي مكان بسهولة في الدراسات العليا أو في البورد السعودي. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب دكتور أحمد، هنالك سؤال يقول: لو هناك تساوي في نسبة آخر طالب وكان هنالك 3 طلاب نفس المعدل، هل الجميع يقبل؟ والله هذه طريقة يعني مرة ثانية من عند من عمالة القوة والتسجيل. إحنا ما عندنا اطلاع على الآلية ولا عندنا اطلاع، يعني خلينا نقول يعني شبه معلومات شبه سرية، لكن أتوقع إنه يقبل الجميع الثلاثة، لأنه بدليل إنه إحنا كل سنة يجينا عدد مختلف. يعني مثلا الآن السنة الأولى طلاب 40، السنة قبلهم 35، ففي يمكن إنه في زي كده تكون مصلحة الطالب إنه لا يصير في ظلم للطالب. طبعا بآلية يعني في لجان في عمالة القوة والتسجيل تقوم بها وشايفين ومراقبة الآلية، يعني ثقوا تماما إنه الموضوع مراقب لأعلى مستوى، يعني ما في ظلم لأي شخص. لكن يعني هو هذا الواضح، لكن إحنا ما نطلع عليه بحكم إنه السرية، ويعني الموضوع ما المفروض إنه ما يكون من اختصاصنا إحنا. جميل جدا دكتور، هنالك سؤال أيضا: كم عدد مقاعد القبول لدفعة 443؟ طبعا جاوبت على هذا، هو لسه يتحدد المقاعد من بقرار مجلس الجامعة. يمكن كليات الآن يعطوكم هنت هذا حسب ما رفعوه، لكن إلى الآن ما تناقش مجلس الجامعة، بيتناقش ممكن الجلسة القادمة. لكن إحنا نقول ممكن الطلاب حوالي 35 والطالبات 25، هذا اللي إحنا رفعنا فيه، لكن ما نعرف، ممكن يجينا 40، ممكن يجينا 50، على حسب قرار مجلس الجامعة. إلى الآن ما تم إقرار مجلس الجامعة طبعا، وعلى حسبه عمل تقوى تسجيل تبدأ بتحديد الرغبات. لكن غالبا احنا يعني خلينا نقول من الكليات اللي فيها تنافس شديد، المقاعد قليلة، حتى لما كنا 80 طالب كان في تنافس، الجميع يبغى يعني يلتحق بالكلية.
جميل جدا دكتور. أحمد عندك سؤال؟ تفضل. هذا سؤال جانبي دكتور، بالنسبة للمعدلات التخصيص أو المركبة حقت التخصيص، تمام، للأربع تخصصات صيدلة وطب طوارئ وبشري والأسنان، المفروض تكون ثابتة في جميعها صحيح كمركبة قبول يعني؟ لا، لأنه كل سنة يختلف. إذا في سنة الكل مجتهدين على حسب المقاعد لحد أدنى. السنة الماضية ذكرت أن ظروف الجائحة واللي صار اختبار القدرات على 60% والتحصيلي 10%، النسب ارتفعت تماما. فكل سنة تعلن المقاعد، فهم عملت تسجيل كل سنة تعلن كم حد أدنى، كم واحد أقل دخل. وأنا أنصح الجميع أنه الاجتهاد، لأنه بصراحة الفاصلة يعني 1% يفرق كثير. يعني جاءنا طلاب أول السنة كثير، يعني يقول أنا هذا الحد الأدنى، أنا معدلي أقل منه بقليل. يقول له ما يعني ما نقدر، وما يعني مو من عندنا، لكن أي فرصة تحصيل أي درجة يعني استغلوها بأي طريقة ممكنة. يعني حصلت حادثة أن الطالب في إحسان رسوب عندهم في أحد المقررات، الظاهر الإحصاء اللي ظهر أصعب مقرر عندكم، بسبب أنه رسوب وعاد مقرر وأخذ A بلس يعني في مرة ثانية، لكن بسبب الرسوب المعدل نزل. فهالمشكلة ما قدر التحقق عندنا بالكلية. فأنا نصيحة للكل أنه يحاولوا يجمعوا درجات بأكبر قدر ممكن. القدرات والتحصيل والثانوية راحت خلاص، بس هي اللي في السنة التحضيرية. عندكم عندها سنة تحضيرية، حاولوا نكون أعلى، يعني حتى إذا 5 من 5 يكون ممتاز. كثير عندنا طلاب وطالبات اللي داخلين معدلات 5 من 5 في السنة التحضيرية. يقصد يا دكتور مثلا لو في طب الأسنان، أنت قلت أنه بياخذ مثلا 0.30% قدرات، 30% موجودة الثانوية، و40% التحصيلي، صحيح؟ هي هذه ثابتة. المفروض هذا ينطبق أيضا في باقي التخصصات، صحيح؟ اي هذه ثابته. هذه اذا رجعت الموقع التسجيل يعطيكم مثال، لكن التخصصات الصحيه، لكن في تخصصات ثانيه لها طريقه محدده ثانيه. مثلا كليه العلوم على معدل التراكمي في السنه التحضيريه فقط، بس لا، وكليه الهندسه تختلف كليه يعني، لكن كليات الصحيه هي ثابته بالنسبه. تمام، يعطيك العافيه. الله يعني. هل هنالك أي سؤال؟ دكتور أحمد متواجد للإجابة بإذن الله. جميل جدا، كل الشكر لجميع الحضور على الإنصات والمشاركة، كل الشكر لعمادة السنة الأولى المشتركة، ممثلة بعميد السنة الأولى المشتركة دكتور عبد المجيد الجريوي، ووكيل العمادة للشؤون الطلابية دكتور مخلد العنزي، ومدير التوجيه والإرشاد الأكاديمي دكتور ناصر برجس، وفريق وحدة التوجيه والإرشاد الأكاديمي الطلابي عامة، ومنسق البرنامج الأستاذ سلطان الحربي خاصة. كل الشكر للفريق التقني والدعم الفني كافة، والمهندس ليث الوحيدي خاصة. كل الشكر للفريق التطوعي الطلابي عاون كافة، وعلى رأسهم قائد الفريق الطالب محمد الشتوي. كل الشكر لجميع أعضاء وعضوات لجنة برنامج مساري عامة، وأيضا كل الشكر لكلية طب الأسنان عامة، وسعادة الدكتور أحمد المهدي ممثل كلية طب الأسنان خاصة على المشاركة في برنامج مساري. والصلاة والسلام على نبينا محمد. أنا بصراحة كمان حاب أشكر الجميع، وإذا في أي استفسار إحنا موجودين مكاتبنا وفي الإيميل جاهزين لأي رد على الاستفسار. والتوفيق للجميع، وإن شاء الله قبول موفق للجميع إن شاء الله بإذن المولى. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك.